قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين بحادث كنيسة حلوان، كما وجه باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة، مشددا على أن هذه المحاولات الإرهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية. وأشاد الرئيس بالدور البطولي لرجال الأمن في تصديهم للهجوم الإرهابي. سمح حد يصور وللمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء رضا يعقوب الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي. مساء الخير سيادة اللواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المشاهدين. عليكم السلام. سؤالي لحضرتك مباشرة، هل هناك دلالة على توقيت الحادث الإرهابي وتحركات مصر الدولية في الآونة الأخيرة؟ هل من الممكن ربط هذه الأحداث ببعضها البعض؟ بالطبع، والمواقف التي اتخذتها مصر هي مواقف خاصة بمكافحة الإرهاب، بدءا من دورنا في الأمم المتحدة ولجنة مكافحة الإرهاب الدولي، ولكن في رد، وبالإضافة إلى الموقف الذي اتخذناه ضد قرار ترامب في مجلس الأمن والجمعية العمومية، لأنه هذه القرارات الخاصة بالقدس عاصمة لإسرائيل بتؤجج المنطقة نفسها، لكن إحنا في إظهار للعناصر الإرهابية الموجودة خاصة منظمة داعش. هم انتهوا من مرحلة التمكين، لأن خلاص حلمهم بتوقيع الدولة الإسلامية المزعومة فشل، اتجهوا إلى مرحلة الشوكة والنكاية والإنهاك للقوات وللمنطقة بأسرها، وإدارة التوحش في قتل المواطنين في جميع الدول التي يستطيعوا أن ينفذوا بها عملياتهم الإرهابية. وإحنا شايفينهم النهاردة حتى بيوجهوا تهديدات لروسيا في خاصة بالمسابقة بتاعت خاصة بال المباراة الدولية اللي هتنشأ بها. نعم، شكرا لك على المداخلة. كنت معنا عبر الهاتف سيادة اللواء رضا يعقوب الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، شكرا جزيلا لك. وصلت